بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز، في ماتش مهم جدا زي ما حضراتكم عارفين، لأن الفوز بيها هيخلي النادي الأهلي مستمر على القمة قبل السفر لقطر للمشاركة في كأس العالم للأندية إن شاء الله. وهي مش هنقول البروفة الأخيرة، ولكن هي تعتبر مباراة قوية قبل مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير في افتتاح كأس العالم للأندية. عايز أبارك الأول قبل ما نتكلم في ماتش النهاردة، أبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب على تسلمه شهادة الأيزو، والشهادة دي هي في الحقيقة شهادة مطابقة مع المواصفات الدولية ليصبح أول نادي عربي وإفريقي يحصل على هذه الشهادة، وده بيمثل اعتراف دولي بتبني النادي الأهلي أحدث نظم الإدارة العالمية وتطبيقها، ومين ياخد الجائزة دي غير النادي الأهلي. المهم قبل برضو ما نتكلم معاكم في أحداث المباراة، عايز أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، وده هيوضح لكم الفرق بين النادي الأهلي وبقية الأندية مع احترامي لجميع الأندية. هقول لكم بس النادي الأهلي بيفكر إزاي في التعامل مع جميع الملفات، ومنها حتة التعاقدات بتاعة اللاعبين. نادي الأهلي ما بيبصش خطوة واحدة، ما بيبصش تحت رجليه، إنما بيبص خطوات كتيرة لقدام. نادي الأهلي عايز يحقق الاستقرار للفريق. نادي الأهلي ومجلس إدارته والمسؤولين عن فرقة الكرة بيكون كل تفكيرهم منصب إن أي لاعب في الملعب يكون فكره في اللعب بس والتدريبات فقط، مفيش حاجة تشغله تاني. نادي تاني ممكن يقول لك إيه؟ طب يا عم ده انتوا واخدين الثلاثيه وكله منتعش بانتعاشه الفوز، والمكسب عمال يجيب مكسب، وكده كده انتوا بتكسبوا، ايه اللي تفكروا ليه ان انتوا من دلوقتي تجددوا لسه اللعيبه ناقص لها سنتين وناقص لها 3 سنين، ولاعيبتكم انتوا ايه الافضل، واللعيبه اللي بتلعب دي دلوقتي عماله تجيب البطولات؟ لا، النادي الاهلي ما فكرش التفكير دوت. النادي الاهلي بيفكر للمستقبل كمان، زي ما بيفكر دلوقتي بيفكر للمستقبل. فما انت ممكن بعد المكسب حتى بالثلاثيه ممكن يحصل اي حاجه، ممكن واحد دماغه تشت، ممكن واحد يضحك عليه، انما النادي الاهلي عمل ايه؟ النادي الاهلي بيفكر اولا في الاستقرار، ان كل لاعب يبقى مستقر، مفيش حاجه في دماغه شغلاه غير الملعب وبس، يدي في الملعب ويؤدي دوره في الملعب، مش واحد يفكر بقى واحد يضحك عليه في عرض ويقول له مش عارف جايب لك عرض من بره، طب في مش عارف مين هيدي لك كذا. لا، فيش حد في النادي الاهلي. بصوا في النادي الاهلي يعني ما بيتلعبش بعقول اللعيبه بسهوله، يعني في طبعا في ناس ممكن يعني بتشت، ولكن معظم لعيبه النادي الاهلي يقول لك ايه، كان زمان يقولوا لنا كده يعني، وفعلا ده كان كده، لما كنا بنيجي نمشي جنب سور النادي الاهلي تحس ان دي حاجه كبيره قوي. فاللي موجودين عندنا دلوقتي دول عارفين قيمة وإيه بقى، مش عايز أقول وعظمة، لا هي لأن دي موجودة، القيمة والعظمة موجودين في النادي الأهلي، وعارفين قد إيه الفانيلا اللي هم لابسينهم دي غالية قوي، الفانيلا الحمراء دي غالية قوي، مش أي حد يلبسها. لو في حد بيشت ممكن يكون خلاص مشي، إنما اللي موجودين لا، عارفين قد إيه عظمة النادي الأهلي. لما نيجي بقى بنتكلم على العقود وتجديدها، احنا مثلا شفنا الفتره الاخيره ان في الايام الاخيره دي ان في لعيبه كان ناقصها سنه وناقصها 6 شهور وناقصها 2 سنين وناقصها 3 سنين. الفكر كان بيقول ان احنا نعمل تجديد مبكر. مجلس اداره النادي الاهلي بيسلك كل الطرق علشان يدعم الفريق. اداره النادي سواء على صعيد مجلس الاداره او لجنه التخطيط ما بيشغلهمش غير تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح فرقة الكرة بشكل يحقق أهداف وطموحات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية. نادي الأهلي على مدار الشهور الماضية نجح في تمديد عقود بعض لاعبي الفريق المؤثرين، وكل لاعيبة الفريق مؤثرين من البداية كده، ولكن في الفترة الأخيرة كان في بعض لاعبي الفريق كان ناقص له سنة ناقص له 2 سنين، ولكن قدر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو واللجنه لجنه التخطيط ان هم يمددوا عقد بعض اللعيبه بشكل بيؤمن بقائهم
في النادي مع الفريق سنوات طويلة، وده كمان بيساعد زي ما قلنا على استمرار النجاحات والبطولات. من أيام شفنا النادي الأهلي بيعلن تمديد عقد حمدي فتحي وأليو ديانج لاعبي خط وسط الفريق لمدة موسمين كمان، لتصبح مدة التعاقد بتاعتهم مع النادي الأهلي 5 سنوات قادمة، في ضوء رؤية طبعا الجهاز الفني والتنسيق الكامل مع إدارة النادي. وكمان كان من قبلهم شفنا تمديد العقد علي لطفي ومحمد شريف، وقبلها شفنا برضو تمديد العقود محمد الشناوي وسعد سمير من كذا شهر. سياسة النادي الأهلي اللي بيتبعها دايما لتحقق الاستقرار للفريق بتكمن في حاجة واحدة بس، في تمديد عقود عناصر الفريق، علشان اللعيب ما يشتش، اللعيب ما يشتش تفكيره، لأن اللعيبة دي مع النادي الأهلي إن شاء الله مستقبلهم مضمون. لم يترك النادي الأهلي فرصة لتحقيق الاستقرار وكل سبل الدعم لفريق كرة القدم إلا وقام بتنفيذها. فإدارة النادي سواء على صعيد مجلس الإدارة أو لجنة التخطيط لا يشغلهما سوى تهيئة الأجواء لإنجاح فريق الكرة بشكل يحقق أهداف وطموحات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية. سلك الأهلي منذ فترة ليست بالقصيرة طريق التمديد لنجوم الفريق كإحدى الوسائل الهامة من أجل توفير الدعم لفريق كرة القدم وعدم تشتيت ذهن اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجماهير بملف عقود اللاعبين. نجح الأهلي على مدار الشهور الماضية في تمديد عقود بعض لاعبي الفريق المؤثرين بشكل يؤمن بقاءهم مع الفريق سنوات طويلة، وهو ما يساعد بكل تأكيد على استمرار النجاحات والبطولات. قبل أيام أعلن الأهلي عن تمديد عقد كل من حمدي فتحي وأليو ديانج لاعبي وسط الفريق لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقدهما مع الأهلي 5 سنوات قادمة، في ضوء رؤية الجهاز الفني والتنسيق الكامل مع إدارة النادي ومن قبلهما علي لطفي ومحمد شريف. فيما سبق وقامت إدارة النادي بتمديد عقود محمد الشناوي وسعد سمير قبل عدة أشهر. خطوة تمديد العقود باتت مهمة في طريق الاستقرار والهدوء الذي رسمه مسؤولو الأهلي لفريق الكرة، وهو الطريق الذي قاد الأهلي لحصد ثلاثية تاريخية الموسم المنقضي بالتتويج بالدوري ودور أبطال إفريقيا وكأس مصر. ولاقت خطوة التمديد إشادة الخبراء والنقاد وجمهور الأهلي باعتبار أن إدارة النادي نجحت في الإبقاء على نجوم الفريق وربط عقودهم مع النادي لسنوات طويلة بهدف الحفاظ على لاعبي الفريق وإبعادهم عن أي مؤثرات خارجية. الأهلي ينظر للأمام دائما فيما يخص فريق الكرة ومستقبله، ولا يترك الأمور للصدفة، فهناك أساسيات لا يحيد عنها من أجل تحقيق الفريق لأهدافه المرجوة والتي تحقق طموح جماهير المارد الأحمر في كل مكان. زي ما شفنا أن النادي الأهلي بيبقى عايز اللعيب يركز في الملعب وبس، وطول عمر النادي الأهلي كده على فكرة. عايزين بقى نروح على ماتش النهاردة اللي هو قدام بيراميدز. ماتش طبعا ماتش قوي جدا، و يعني الفترة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت كنا بنشوف الماتشات الأهلي وبيراميدز دايما بيبقى فيها ندية كبيرة جدا، وكل فريق بيبقى عنده الحافز انه يكسب، وكل فريق بيبقى عايز يكسب المباراة، وطبعا لعيبة النادي الأهلي رجاله في كل المناسبات. لعيبه النادي الاهلي بتلعب على حاجه واحده، ودايما بيرفعوا شعار المكسب بس مهما كان المنافس، مع احترامنا لجميع المنافسين. ماتش النهارده باذن الله نتمنى انها تكون مباراه جيده ويحقق فيها النادي الاهلي المكسب وحصد النقاط الثلاثه والاستمرار على قمه الدوري قبل ما يروح يشارك في كاس العالم للانديه واللعب مع كبار انديه العالم، لان هي دي مكانه النادي الاهلي الحقيقيه.
ماتش النهارده ان شاء الله هيديره تحكيميا كابتن جهاد جريشة، وكلنا عندنا ثقه في كابتن جهاد جريشة. كابتن جهاد حكم كبير، نتمنى له التوفيق النهارده في القرارات، لان الاهلي مش عايز غير حقه وبس، ودايما بيرفع مبدا العداله فقط. العداله تطبق على الجميع، مش حد يضغط على الحكام بالتهديد ان اجيب حكام اجانب، الحكام بيظلموني، الحكام مش عارف عملوا لي ايه، لا. مره تانية بنقول النادي الاهلي عايز حقه بس. لو رجعت الماتشات اللي بيقولك بقى احنا اتظلمنا وما اتظلمناش، شوف النادي الاهلي الماتشات اللي فاتت اتعرض للظلم قد ايه قبل ما تتكلموا، ومع ذلك احنا كل مره بنقول نتمنى التوفيق للحكام المصريين وبنساند الحكام المصريين. طبعا الكابتن جهاد جريشة ادار مباريات كتير سابقه بين للنادي الاهلي، ومنهم مباراه كانت بين الاهلي وبيراميدز في دور الثمانيه لكاس مصر سنه 2019، والاهلي كان الافضل والاكثر سيطره، وكان في المباراه دي كان في هناك بعض الاخطاء التحكيميه الواضحه، منها ركله جزاء للنادي الاهلي، كانت ركله جزاء واضحه. بعدها طلع الكابتن جهاد جريشة واعتذر علانية لجماهير الأهلي، واعترف بأن النادي الأهلي ليه ركلة جزاء لم تحتسب، وهو بيعتذر عن عدم احتسابها. احنا بنقول للكابتن جريشة ربنا، كابتن جهاد جريشة ربنا يوفقك النهاردة إن شاء الله، عايزين تركيز كامل ومش عايزين غير حقنا والعدالة فقط يا كابتن جهاد. تعالوا بقى نروح لمراسلنا كريم أحمد في ملعب المباراة، نطمن منه على فريق النادي الأهلي وتجهيزاته الأخيرة. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن الكبير كابتن أيمن شوقي، ورحب بيك طبعا في البداية، وكل التحية لكل جمهور النادي الأهلي. بالتأكيد يا كابتن أيمن الكل منتظر هذه المباراة، بيراميدز والنادي الأهلي في استاد 30 يونيو في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام. حالة تركيز كبيرة جدا، معنويات مرتفعة، في جدية وإصرار كبيرة يا كابتن أيمن لدى لعيبة النادي الأهلي. كان واضح من التدريبات الأخيرة وتحديدا التدريب الأخير لبيتسو موسيماني مع فريق النادي الأهلي على ملعب مختار التتش، مباراة ليها أهمية كبيرة جدا، عارفين إن هي مباراة بثلاث نقاط زيها زي أي مباراة، لكن لها حسابات خاصة مع اللاعبين ولها حسابات خاصة مع الجماهير. النادي الأهلي بيمشي بشكل مميز جدا في بطوله الدوري العام، مباراه كبيره بحجم مباراه اليوم، مباراه بيراميدز والنادي الاهلي، محتاجه شغل كبير جدا من اللعيبه، محتاجه شغل خارج الخطوط من بيتسو موسيماني. الكل اشتغل بشكل كبير، النادي الاهلي استعد بكل جديه لهذه المباراه. كابتن محمود الخطيب يمكن تواجد في احد التدريبات الاخيره لفريق النادي الاهلي، رسالته بتكون موجوده ورسالته بتكون واضحه، مش محتاجه كلام يا كابتن ايمن، ومش محتاجه كابتن محمود الخطيب يتكلم مع اللعيبه، على قد ما وجوده بيبقى ليه تاثير بشكل كبير جدا. يا رب ان شاء الله النهارده كل الظروف تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي لحظه ثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا في مسيرة النادي الأهلي وفي حفاظه على لقب بطولة الدوري العام للموسم السادس على التوالي أو للمرة السادسة على التوالي. إن شاء الله كل الأمور النهاردة تكون معانا. التحكيم كمان يمكن أنا سامع كابتن أيمن بتأكد طبعا على الحكام طبعا وجاهزية كابتن جهاد جريشة وطاقم التحكيم بالكامل، لكن زي ما أنت قلت يعني عايزين حقنا كمان. يمكن حكم الفار النهاردة الكابتن طارق مجدي، يا رب إن شاء الله بإذن الله القرارات يكون موفق فيها في القرارات اللي هتكون في المباراة، لأن المباراة النهاردة فنيا هيكون فيها شد وجذب ويكون فيها التحامات ويكون فيها قوة، وده اللي أكد عليه الحقيقة بيتسو موسيماني المدير الفني فريق النادي الاهلي في المحاضره الاخيره الفنيه، اكد على اهميه المباراه، دخولنا يكون قوي جدا في بدايه المباراه، الراجل اشتغل على التمركزات، اشتغل على نقاط القوه والضعف والثغرات، واكد قال لابد ان احنا نركز فقط في المباراه، مش عايزين اي تشتيت، مش عايزين اي لعيب من الفريق المنافس يطلع لعيبه النادي الاهلي من تركيزها الكبير. بروفه مهمه وبروفه اخيره لفريق النادي الاهلي قبل السفر ان شاء الله الى كاس العالم ليها الانديه، الحلم الكبير اللي كان بيحلم بيه كل جمهور النادي الاهلي، لكن زي ما النادي الاهلي معودنا وزي ما لعيبته معودانا، خطوه بنخلصها بنقفلها نبدا نفكر في القادم ان شاء الله. وصلنا اكيد وصل فريق النادي الاهلي وفريق بيراميدز الى استاد الدفاع الجوي، الكل بيستعد، لسه منتظرين طبعا كابتن ايمن تشكيل الفريقين، تشكيل فريق النادي الاهلي وايضا كمان تشكيل فريق بيراميدز. لكن يعني اقدر اقول لك كده من التشكيل الاخير او يمكن من التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، التشكيل المتوقع حتى هذه اللحظه في حراسه المرمى الشناوي، خط الدار من الشمال يمين علي معلول، ايمن اشرف، بدر بنون، محمد هاني، في المنتصف حمدي فتحي وايضا عمرو السوليه، على الاطراف حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، في الهجوم محمد مجدي قفشه ومحمد شريف. ده الاقرب بشكل كبير جدا يا كابتن ايمن حتى هذه اللحظه، لكن تعرف المتغيرات بتكون متجدده بشكل كبير، ممكن اي لعيب يبقى عنده اي كرامب ولا حاجه في التسخين وكده، لكن منتظرين ان شاء الله التشكيله الرسمي لفريق النادي الاهلي في خلال لحظاته، وكالعاده يكون معاك ان شاء الله. ويا رب يا رب ان شاء الله النهارده تكون مباراه جيده لفريق النادي الاهلي، تفرح كل جمهور النادي الاهلي، نقاط المباراه وايضا كمان الاداء اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن ايمن، لو في استفسارات اتفضل يا كابتن ايمن. كل اللعيبه جاهزه النهارده ان شاء الله ولا في اصابات يا كريم؟
الكل جاهز الحمد لله يا كابتن ايمن. طبعا بالنسبه للاعبين كلهم طبعا باستثناء وليد سليمان، ويمكن انت ذكرت الاصابات، انا عايز اقول لك على لفته طيبه ومهمه جدا تدل على القيمه الكبيره لوليد سليمان احد كباتن النادي الاهلي. وليد سليمان كان متواجد في فندق الاقامه من الساعه 1 الظهر النهارده، تواجد مع اللاعبين، اتكلم مع اللاعبين، شد من ازر اللاعبين، ومتواجد كمان في المدرجات للمشاهده والمتابعه ومؤازره لعيبه النادي الاهلي. اصاباتنا يمكن انت عارف طبعا، يمكن هو جونيور اجايلي خلاص، يمكن هو دخل في مرحله التاهيل الكبيره وشارك فيها التدريبات، لكن في تاني بشكل كبير جدا على الدفع بيه في المباراه. محمود وحيد يمكن رؤيه فنيه لبيتسو موسيماني، اكرم توفيق ايضا يمكن هو ايجابيه المسح، يا رب ان شاء الله النهارده كمان المسح اللي عملها تطلع سلبيه باذن الله. وايضا كمان نقدر نقول خلاص اكرم توفيق ومحمود وحيد وجونيور اجايه ووليد سليمان هم دول اللعيبه اللي هتغيب، لكن الكل جاهز، الكل النهارده ان شاء الله على قلب رجل واحد. المباراه تتحسم النهارده بحاجتين يا كابتن ايمن، شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء، ده اللي بنران عليه، وان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون على قدر المسؤوليه، ويقدر لعيبه النادي الاهلي تسعد مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، وكل التوفيق للنادي الاهلي بالفوز ان شاء الله في ماتش النهارده. بس عايز اتكلم في حاجه واحده بس قبل ما اطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكبار. كره القدم ليها ثلاث نتائج، مكسب فوز يعني، تعادل او هزيمه. عشان برضو ماتش النهارده انا عارف ان حضراتكم كلنا من جوانا عايزين طبعا النادي الاهلي يكسب، وطبعا عندنا الحته دي من فترة كبيرة، إيه عايزين ان النادي الاهلي يكسب ماتش النهاردة كلنا بدون استثناء، ولكن لازم تعمل، لازم تحط في دماغك ان في ثلاث اعتبارات في الكورة: تكسب، تتعادل، تكسب ان شاء الله، تتعادل، او لا قدر الله يحصل خسارة. احنا بنلعب في دوري وبنلعب كورة، لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو حصل اي حاجه غير المكسب مش نهايه المطاف. انت بتلعب في بطوله لسه طويله، لسه احنا لسه في الاول، لسه كتير. انما خلي بالكم، خلي بالكم احنا بعد كده رايحين على بطوله عالميه. يعني ماتش النهارده باذن الله ايا كانت نتيجته خلاص هنطوي الصفحه ديت ونبص للي جاي. اللي جاي بطوله عالميه، العالم كله بيتفرج عليها، العالم كله بيتفرج عليها، دي تتقال عليها فعلا اللعب مع الكبار. النادي الاهلي رايح يلعب مع الكبار، دي بطوله الدوري، بطوله ممتده لسه كتير، لسه في الاول، احنا لسه قدامنا لحد نص السنه دي، فلسه مكملين. فمهما كانت نتيجه المباراه خلاص هنطوي الصفحه دي ونبص على البطوله العالميه. احنا رايحين بهدف واحد، مكسب الماتش الاولاني، مش عايزين نتكلم في اللي بعد كده. احنا قدامنا بعد ماتش النهارده باذن الله، النادي الاهلي بياخد كل ماتش بماتشه. بعد ماتش النهارده مهما كانت نتيجته هنبص بقى على ماتش الدحيل، ما نفكرش في اللي بعده، لا نفكر في الدحيل. وخلي بالكم ماتش واحد في البطوله دي، لو كسبنا ان شاء الله، ان شاء الله بعد كده ماتش الدحيل في الافتتاح باذن الله، اقل حاجه تلعب على الميدالية البرونزية. يعني لو كسبنا ماتش الدحيل في بطولة كأس العالم للأندية، على الأقل بعد كده هتلعب على التالت والرابع. فمهما حصل، بس عايز أقول لحضراتكم، مهما حصل من نتيجة النهاردة خلاص بنطوي الصفحة ديت ونفكر في اللي جاي كعادة النادي الأهلي دائما، ومفيش نتيجة تأثر علينا. والله بنكسب بنفرح الحمد لله رب العالمين، اي نتيجه تانيه الحمد لله رب العالمين، نبص للي جاي. هنروح بقى الفاصل وبعدين نرجع نستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده: كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن. ارجوكم انتظرونا. برحب بيكم مره تانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده: كابتن شريف عبد المنعم، اهلا وسهلا بيك كابتن. أهلا كابتن ايمن، اهلا بيك. اهلا بيك كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بيك منورنا. اهلا بيك يا ايمن. اهلا بيك كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا بيك كابتن اسامه، مشرف. اهلا بيك يا ايمن، الله يخليك. كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا وسهلا بيك، مشرف. اهلا كابتن ايمن، اهلا بيك، اهلا وسهلا. كابتن شريف، في البدايه ماتش مهم قبل السفر لقطر في بطوله كاس العالم للانديه، النادي الاهلي عايز يواصل انتصاراته، وبالتالي قبل ما يسافر يكون متربع على عرش الدوري كالعاده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما انت بتتكلم، دي مباراة، والبطولة اللي احنا رايحينها دي مباراة تانية خالص، ولكن
انا لا انظر للمباراه دي علاقه خالص غير انها مباراه قبل البطوله. عندك لعيبه كتير قوي يا ايمن بتخش وتطلع وتدوير وكل مباراه كبيره صغيره خلاص انت عندك مطلب واحد غير بمناسبه التدوير والكلام ده نقول تشكيل النادي الاهلي. اتفضل. ماشي. تشكيل النادي الاهلي هيبقى محمد الشناوي حراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب ايمن اشرف وبدر بنون، الاثنين اللي قدامهم وسط دفاعي حمدي فتحي عمرو السوليه، يلعب قدامهم ثلاثه وسط هجومي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الاطراف، وفي النص محمد مجدي قفشه، وقدام راس الحربه محمد شريف. اقولها مره ثانيه، محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب قلبي الدفاع ايمن اشرف وبدر بنون، اثنين وسط دفاعي قدامهم هيبقى عمرو السوليه وحمدي فتحي، ثلاثه وسط هجومي هيبقى على الاطراف طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، وفي وسطهم محمد مجدي قفشه، وقدام محمد شريف. نقول بالمره بقى تشكيل فريق بيراميدز. شريف اكرامي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين احمد فتحي، ناحيه الشمال طارق طه، الاثنين اللي في القلب علي جبر واحمد سامي، وبيلعب قدامهم اثنين في نص الملعب نبيل عماد دونجا ومعاه احمد توفيق، يلعب قدامهم ثلاثه على الاطراف اريك تراوري ورمضان صبحي، وفي وسطهم عبد الله السعيد وراس حربه جون انتوي. اتفضل يا كابتن شريف. انا بالنسبه لي مباراه بيراميدز النهارده مباراه ثلاث نقاط. فرقه زي دي انت بتيجي تلعب معاها لما بتكسب ان شاء الله بتحس انك انت اكنك بتلعب الزمالك، اكنك بتلعب فرق كبيره، بتحسس الناس كلها وبتدي انذار جامد جدا ان انا صاحب البطوله. لما كنت بتعدي فرق زي دي اديك شفت ان كل الفرق بقت عايزه تقتنص من الاهلي. انت هنا بتلعب النهارده بيراميدز عندك حالات اهلاويه كتير قوي في الفريق الاخر. عندك احمد فتحي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي واعتقد هم الثلاثه دول وشريف اكرام الجون دول اشتغلوا تحت ضغط جماهيري قبل كده، اشتغلوا تحت ضغط ان لازم الدوري يبقى موجود، متاسسين مع التيشيرت الاحمر، فدول من العلامات اللي هي قدامك. ولكن في نفس الوقت هم في سن واعمار عدت سن واعمار اللعيبه بتاعتك الحقيقه اللي انت عامل فيها تدوير اللي كنت لسه بكلمك عنه. يعني شكل محمد طاهر وقفشه وحسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد شريف دي لعيبه عندها من الخبرات، عندها من الوجود مع النادي الاهلي، من البطولات، من الضغط الجماهيري والمطلب اللي احنا متربيين عليه كله الفوز فقط. فانا ما عنديش اي حاجه النهارده تحسسني ان انا بلعب مباراه بطوله. انا بلعب مباراه عاديه جدا. لو اتفرجت على سموحه وبيراميدز ما شاء الله سموحه داخله ضغط على بيراميدز الشوط الثاني وبيضربوا خطوط. يعني اللاعب براس واحد واثنين وثلاثه بيوصل لغايه خط 18 وعايز يدخل من العمق وعايز يدخل من الجنب. نهينا عن الجون اللي دخل وما اتحسبش، الفار ما عرفش يحسمه يعني. فالناس كلها بقت عندها قوه سنيه واعمار وجري في الملعب فهموا الحكايه. انا عايز اسالك في حاجه بخصوص جمله انت قلتها قبل كده. ايوه. المره اللي فاتت حضرتك قلت ان الدوري ده بتاع اللي بيصرف. تصرف فلوس وتصرف فلوس يا تصرف نظر يا تصرف نظر. كويس. طيب انا فريق بصرف ملايين الملايين. كويس؟ وفريق تاني وانا عندي طموح كفريق، انا بصرف عشان احقق هدف. كويس؟ وفريق تاني بيصرف برضه بس على القد، عايز يحقق هدف هو كمان. جينا في اخر الموسم الفريق اللي صرف ملايين الملايين ده صرف في حته واحده. ما هو لحظه بس، ده غير اللي جابهم من بره. ماشي. انا ما بتكلمش على فريق معين. لا انا بتكلم على فريق معين. طيب. اللي صرف الملايين الملايين ده ما حققش الهدف بتاعه، واللي صرف على القد او صرف في حدود امكانياته حقق الهدف بتاعه. هل الفريق اللي صرف كتير ده يعتبر فشل؟ هو بص هقول لك على حاجه، طالما ما حققش الهدف، هو يمكن الفريق اللي صرف كتير ده كان بيتفرج عليك كتير وبيشوف انت بتنجح منين.
وبيشوف نوعيه اللعيبه اللي عندك فابتدى يقتنص منك اللي انا لسه متكلم عنه مثلا 3 4 لعيبه ده غير اللي جابهم لنا من بره وعمليه الدخول والخروج واثبات الوجود تبقى جوه البطوله وعمل انعاش عمل انعاش اقتصادي يمكن ما نعرفش شكله هيحل علينا احنا ايه في البطوله او هيحل علينا في الرياضه المصريه او في الشكل العام بالايجاب ولا بالسلب انا اعتقد انه على لعيبه وعلى شكل التفاوض مع لعيبه معينه وكلام من ده اكيد بالسلب لان ما فيش لعيب في مصر يعني يعدي الارقام اللي انا بسمعها لان لو قارنت اللعيب المصري باللعيب البرازيلي انا بمليون دولار اقدر اجيب من احسن اللعيبه اللي موجوده في البرازيل ودي لعيبه على مستوى عالي وتقدر تروح تلعب في اوروبا وتلعب في اي حته فالنهارده انا لما يجي حد عنصر يدخل لي على الدوري المصري يخلي لي لعيبتي اغلى من اللعيبه اللي بتلاقي بتتباع بره وخصوصا بيشتروا لعيبه سنها كبير قوي ايمن يعني مش لعيب لسه بروميسنج الا الوحيد اللي هو رمضان صبحي مثلا لا سيما يعني هو الوحيد اللي في سن يسمح ليه في التداول عنده تجربه مع انجلترا او تجربه في اي حته وما كانش بيلعب وكان في فرقه درجه تانية فهنا كان المبدا عشان نتكلم بالبلدي وبالرياضه بقى وبالكره الصحيحه اللي الناس قاعده تتفرج علينا دول كانوا بيقتنصوا من شكل مؤسسه ناجحه جدا عايزين ياخدوا منها لعيبه على مستوى كبير توهموا ان هم دول اساس الفوز في كل البطولات اللي كانت موجوده ده شيء مشروع ما عنديش فهم انما كده عشان تنجح او لازم توصل للاربعه في الاربع فرق اللي بيبقوا في الدور الاولاني وهما بينجحوا كده وبيلعبوا كونفدراليه انما ما لعبوش لحد النهارده بطوله انديه ابطال الانديه الاول والثاني ما في الفرق بره ليه النهارده تشيلسي بيمشي المدرب بتاعه لانه حاسس انه بعيد قوي عن كوارتر اللي هو الذهبي ده الجولدن كوارتر ده اللي هو بيبقى كل الناس على الاقل يبقوا موجودين في افريقيا ادام ما خدتش البطوله اللي انا فيها ادام ما خدتش كاس الاتحاديه اللي انا بلعب فيه ادام ما كانش ليا اي ضوء من الضوء لازم انا على الاقل ابقى في كاس اوروبا ولا جماهيري هتطلع عليا بكل حاجه فدائما وابدا عشان نتكلم الكل بيبص على النادي الاهلي من حيث ينتهي وبيفرحوا ان هم بياخدوا انت شفت خدوا حد من الزمالك او خدوا حد من اي فرق قليل قوي يمكن احسن لعيب جابوه بني سويف اسمه ابراهيم عادل ده لعيب كويس قوي بس اتكلم عليه النهارده قبل اللعيب هايل فالنهارده انت لما يبقى بيلعبك اريك تراوري وجون انطوي وعبد الله السعيد واحمد فتحي وعلي جبر دي اعمار سنيه دلوقتي هو متوهم فيها ان هو يقدر ياخد فيها بطوله او يقدر يكون ليه وجود نجومي ده انما اللعيبه دي كلها ايه؟ تقول خلاص تلعب كويسين قوي بشكل ستاندر بيدي كل اللي عنده انما لو ضغط على نفسه ايمن انا بقولها لك لعيب كره وفاهم في السن ده لازم يجيله شد لازم يجيله اصابات هتلاقي فيه حاجات كتير جدا بتحصل لهم هم دايسين على نفسهم ليه؟ لان هم قدام البطل دلوقتي قدام الناس اللي هي عندها الشكل اللي بيحافظوا بيه على بطولتهم ما فيش فهيقابلوا الناس النهارده دايما قبل ما انا اجي بس بيقول لك ايه انا عندي ماتش مهم قوي قدام بيراميدز شكل نفسي انما هما على الورق كده والحقيقه في فرق كبير قوي بين فرقتين في فرق كبير قوي بين ان فرقه تبقى متقدمه ويجي عليها فرقه تانية تعديها وتكسبها وفي فرق بين لما فرقه تبقى ناقصه تتأخر بهدفين وتعمل رومنداتا بثلاث اهداف عندهم القوام ده عندهم الشكل ده أيوة. فانا باذن الله يعني كل الكلام اللي انا بقوله ده هتفرج عليه النهارده مع شكل اللعيبه المحترمه جدا لفرقه بيراميد هتتعامل ازاي مع شكل اللعيبه الاكثر احتراما في النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء المباراه طبعا صعبه وبعد ما شفنا التشكيلين عايزين نعرف رؤيتك للماتش النهارده وخصوصا كمان ان النتائج بتاعه فريق بيراميدز مش على المستوى المأمول يعني هم لاعبين يمكن 8 ماتشات كسبانين 3 مباريات بس وتعادل في 4 مباريات وهزيمه مره واحده وليه 11 جول وعليه 8 اهداف يعني معناها ان هو كل مباراه بيستقبل هدف. طب خلي كل الاحصائيات اللي قلتها دي بره ماشي النهارده حاجه جديده خالص النهارده بيلعب النادي الاهلي بيلعب البطل دايما الفرق الكبيره ايما بتلعب مع بعض بتحس ان درجه التركيز عاليه جدا 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 كل الناس من فتره بتتكلم على مباريات الاهلي وبيراميدز بدا كبير زي ما كنت شايف كان بيتكلم بدا كبير وبدا بقى ليه اسم وبدا يخش مع الكبار ودي حقيقه ما نقدرش نغفلها بغض النظر على التدعيمات اللي عملها والصفقات اللي عملها خليها على جنب لكن النهارده مباراه مختلفه النهارده بيراميدز اللي احنا شفناه ضد سموحه مش بيراميدز النهارده خالص النهارده هتلاقي فيه تركيز عالي قوي
كل واحد عايز يظهر بمظهر يليق بيه هو، وكل واحد في المباراه دي ايمن ليه هدف، حتى اهداف فرديه. يعني النهارده عندك رمضان وفتحي وعبد الله السعيد وشريف، اربعه نجوم كبار قوي كانوا في النادي الاهلي وراحوا بيراميدز، يومهم النهارده هم يظهروا بمظهر كويس. دي على الجانب الفردي. على الجانب الجماعي النهارده المدير الفني محطوط تحت ضغط، لان النتائج مش كويس زي ما انت قلت دلوقتي. العروض الى حد كبير مش هي المأموله، مش هم دول مجموعه النجوم دي. انت دايما بتدور على، انت بتنافس الكبار، هو ده 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 المغزى الاساسي، لكن لحد الان مش مقنع. عشان كده النهارده في ضغوطات على فريق بيراميدز اكتر منك بكتير. النهارده النادي الاهلي بيلعب مباراه بثلاث نقاط وان شاء الله يكسبهم وخلاص، على كده الصفحه انتهت. لكن التركيز الاكتر او الضغوطات الاكتر على فريق بيراميدز، الضغوطات كلها جماعيه على فريق كفريق، وضغوطات فرديه في الملعب على لعيبه النادي الاهلي اللي هي كانت في النادي الاهلي وراحت بيراميدز. ضغوطات هتبقى كل واحد مش عايز يقول ان هو كويس، لما بصراحه الاربعه نجوم كبار من غير ما نلف الدور، لعيبه كبار قوي وخدوا بطولات كتير جدا وعندهم خبرات كتيره جدا، لكن يهمهم النهارده ان كل الخبرات دي تتجمع ويطلعوا بمظهر كويس، مظهر مشرف لبيراميدز نفسه قدام البطل. اي حد بيلعب قدام البطل مهما كان صغير كبير بيعمل اقصى حاجه عنده، مش مهم. لكن هو المهم مباراه النهارده ضد النادي الاهلي، زي كل الفرق بتلعب النادي الاهلي يا ايمن، بتبذل اقصى مجهود عندها، اللي عايز يطلع بتعادل واللي مش عايز يخسر كتير، واللي بيبقى طمعان بيطمع شويه ان هو ممكن طب انا مش اكسبش النادي الاهلي. لكن النهارده مباراه كبيره، مباراه كبار النهارده، لكن في الاخر هي بثلاث نقاط. النادي الاهلي داخل المباراه النهارده عن ثلاث نقاط، عايز ثلاث نقاط بس، وما بيفكرش في موضوع كاس العالم للانديه خالص، لان مش ده تفكير لعيبه النادي الاهلي ولا مدير الفن ولا الاداره ولا حاجه خالص. الاداره دايما بتاخد كل مباراه بمباراتها. النهارده مباراه مهمه في الدوري، يخلص النهارده ان شاء الله على خير يبدا يفكر في السفر لقطر وبطوله ثانيه خالص. لكن النهارده هي العنوان بتاعها مباراه الكبار. بيراميدز فريق كبير وبيلعب فريق عظيم كالعاده زي ما احنا متفقين هو النادي الاهلي، لكن مباراه مش سهله، وهي سهله على النادي الاهلي ولاعيبته، لكن هي صعبه على بيراميدز كفريق وعلى لعيبه بيراميدز الموجوده على المستوى الفردي. النهارده حاجه واحده بس اللي هتفصل النهارده، مدى تركيزك في 90 دقيقه، استوعابك للكلام اللي قاله المدير الفني، تنفيذك ازاي في الملعب. صحيح. التنفيذ تحاول، لكن انت مش عارف، ما تضمنش، ما تعرفش النتيجه مش بتاعتنا خالص. لكن هو دايما في النهارده بنيجي نتكلم عن مباراه فنيه، النهارده في كل واحد مركز هو عايز ايه، نقاط الضعف بتاع الفريق الاخر ايه، ونقاط القوه بتاعتي انا هستعملها ازاي النهارده. صحيح. كمسامة هنبقى نتكلم معاك على تشكيل النادي الاهلي، ولكن في البدايه عايزين قبل ما نكمل مع كابتن اسامه وناخد رايه في التشكيل، بنهنئ سيدات سله النادي الاهلي بالفوز بكاس السوبر المصري بعد الفوز على هليوبوليس 92-62. الف مبروك لفريق سيدات كره السله بالنادي الاهلي. نعرف راي كابتن اسامه في تشكيل فريق النادي الاهلي وفريق بيراميدز، ولكن بعد الفاصل. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه نتكلم على تشكيل النادي الاهلي، وفي وجود اربع تغييرات النهارده، بدءا بمحمد الشناوي في حراس المرمى، رجوع مره ثانيه بدر بنون، وعمرو السوليه هيبتدي النهارده على حساب ديانج، ومحمد شريف من بدايه المباراه، وطار محمد طار من بدايه المباراه. بس سريعا قبل ما اتكلم على التغييرات ديت، انا بس كنت بتكلم على النقطه اللي انت اتكلمت فيها مع كابتن شريف في الاول، اللي هي موضوع الفلوس. ما فيش شك ان الفلوس مهمه جدا في كره القدم، والعالم كله كده، والانديه الكبيره كلها في العالم هي الانديه الغنيه، هي اللي بتصرف، هي اللي بتكسب بطولات. بالنسبه لموضوع الانديه اللي بتبقى جديده زي بيراميدز، قبل كده انبي، قبل كده فتره المقاولين العرب، قبل كده بتروجيت، سموحه، بيراميدز الفتره الاخيره، ما فيش شك انه الناحيه الماديه دخلته بقى رقم ثلاثة في معادلة الكرة المصرية. يعني طبعا النادي الأهلي والزمالك دول في منطقة، لكن بيراميدز طريقة الصرف بتاعته خلته يتعدى أندية أخرى زي الإسماعيلي، زي المصري، اللي هم كانوا المنافس التقليدي أو اللي في الثمانينات والتسعينات قريبين للأهلي والزمالك، هم كانوا أقرب ناس للأهلي والزمالك بشعبيتهم بتاع، لكن عنصر المال دلوقتي بقى مؤثر جدا. لكن مش المال فقط هو اللي بيعمل فريق ناجح.
المال ده جزء وصلهم للمرحله دي ان هم بقوا من الثالث بيخشوا دخلوا الكونفدراليه وبقوا من الثالث في المعادله في الكره المصريه. لكن في تاريخ كبير للانديه الاخرى بقى زي الاهلي والزمالك مثلا، في جماهيريه عريضه جدا بتدي لك روح قويه جدا في اللعب، غير نادي بيبقى ما عندوش جماهيريه برضو الاصرار والروح واللعب على البطوله مش زي النادي اللي عنده جماهيريه وشعبيه وعنده سنوات كبيره من الخبره والتاريخ وتراكم الخبرات. ثانيا الادارات في الانديه اللي هي زي الاهلي والزمالك او الانديه اللي هي اللي بتاخد بطولات على طول، الادارات تملي محفزه ان هي ترضي جماهيرها انها تشتغل كويس قوي عشان تاخد بطولات وازاي تدور الاموال فنقطه مهمه يعني. اذا المال عنصر مهم جدا 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 وهو اللي وصل بيراميدز زي ما وصل قبل كده، زي ما اتكلمنا على سموحه وانبي والكلام ده في فترات كانوا هم اللي برضو اللي قريبين من الاهلي والزمالك، لكن مش هو العنصر الوحيد. بالنسبه بقى للتغييرات اللي حصلت، هي في تغييرات متوقعه يعني. علي لطفي طبعا ادى بشكل كويس المباراه اللي فاتت خاصه الشوط الثاني، بقى له طبعا كتير فتره ما كانش بيلعب، لكن الشناوي هو الاساسي فطبيعي انه يرجع لحراسه المرمى. بالنسبه لخط الدفاع هو بس باستثناء بدر بنون كان لعب الماتش اللي فات، كان لعب ياسر جنب بيجي. ايمن اشرف أي. احنا شفنا الفتره الاخيره في الماتشات اللي فاتت كلها بدر واشرف كان بدر وايمن اشرف هم الاساسيين. مزبوط. يعني التشكيل الاساسي بتاع خط الدفاع هو مهاني بدر ايمن علي معلول، وبيحصل تدوير احيانا او لو حد تعبان او كده زي ما كان بدر كويس. فبرضو ده منطقي. حمدي فتحي وديانج كانوا بيلعبوا في منطقه وسط الملعب المدافع. عمرو السوليه كان بقاله فتره من كورونا لعب 10 دقائق في مباراه ثم 10 دقائق، لكن هي بس النهارده طبعا اكيد مستر موسيماني هو اضرب الموضوع ده. ديانج في الاحتياط، ديانج كان من اميز لعيبه النادي الاهلي في الفترات الاخيره كلها وكان شايل خط وسط الملعب كويس، لكن احيانا كان في بعض المباريات كان بيبتدي ديانج وعمرو السوليه قبل عمرو السوليه ما يجيله الكورونا. ساعات كانوا بيلعب حمدي فتحي وديانج، احيانا كان بيلعب حمدي والسوليه، بس دي يمكن مباراه واحده بس. عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه في النقطه دي. ديانج اعتقد اكتر اللاعبين ثباتا المستوى المباريات اللي فاتت. ايوه مظبوط، ما انا بقول لك عشان كده انا بقول لك هي دي النقطه الحاجه الوحيده يعني. عوده الشناوي طبيعيه، عوده بدر بنون طبيعيه، لما نتكلم قدام كمان لما نيجي على الخط الامامي على موضوع شريف، لكن هي بس النهارده هي الجزئيه ديانج ان عمرو السوليه كان غايب بقاله فتره، بس ممكن جدا هو يكون في ذهنه طبعا مباراه النهارده هي الاساس لانه قبل ما نتكلم في بطوله الانديه انديه العالم، لكن ممكن يكون برضو من اهدافه ان عمرو السوليه اساسي في الفرقه فيديله جزء شويه من المباراه، وممكن يحتاج ديانج في تدعيم وتنشيط في الشوط الثاني عشان او اذا حصل لا قدر الله حاجه في اثناء الشوط الاولاني عشان يدي اضافه ثانيه، لانه الشوط الثاني هيبقى مؤثر قوي في المباراه دي. طب هل البدايه ديت من ضمن مثلا حلول موسيماني النهارده للتغلب على الاخطاء اللي وقع فيها النادي الاهلي الشوط الاول ماتش المقاولين؟ لا، في حاجات ما قلت لك اساسيه يعني. الشناوي طبيعي، ما نقللش من علي لطفي، ولكن الطبيعي ان الشناوي هو الجون رقم واحد وهو اللي كان بيلعب كل الماتشات اساسي، ده طبيعي انه يرجع في ماتش زي بيراميدز. بدر بنون نفس الشيء، هو بس انا قلت لك تغيير الديانج هي دي اللي بس انا بتكلم على التغييره دي. ما انا بقول لك هي دي. لا، هو ممكن يكون شايف انه يريحه شويه، لعب كتير الفتره اللي فاتت، ممكن يحتاجه، شايف انه عايز زي ضخ دماء تقدر تبقى ناس صلبه تدي في وسط الملعب سواء في الناحيه الدفاعيه او حتى احيانا في الناحيه الهجوميه قوه ثانيه في الشوط الثاني، لان الشوط الثاني هيبقى مؤثر طبعا. الدكه هيبقى ليها دور. الدكه هيبقى ليها دور مهم جدا طبعا. في قدام طاهر، محمد طاهر برده انا كنت متوقع انه هيلعب مكان شحات او كهربا. يعني كنت متوقع قفشه والشحات وطاهر او وكهربا وطاهر، يعني كنت متوقع ان طاهر بعد الاداء اللي عمله بشكل كويس المباراه الاخيره وجاب جون جميل ان وكمان عنده النواحي الدفاعيه كويسه، ممكن جدا النهارده يشتغل قدام معلول، لان هم عندهم برده الناحيه الثانيه احمد فتحي وايريك تراولي، ويبقوا في الجنب ده برده الاثنين تقال. احمد فتحي طبعا حافظ معلول
وطبعا لعيب دولي ايضا. إريك تراوري مهم جدا ومن من اميز لعيبه عندهم، غالبا هم اللي هيبقوا في الجنب اليمين، فهيبقى برضو عايز طاهر مع علي معلول، ان ممكن طاهر عنده القدرات الدفاعيه عن كهربا شويه. محمد شريف كان منطقي انه يرجع، لان احنا في فتره قلنا محمد شريف كان ماشي بشكل كويس قوي، ولما جه والتر بواليا كان طبيعي انه يخش. أيوة. طبيعي جدا انه واحد جاهز وجايب 3 اجوان مع الجونه ويخش، لكن ادى بشكل كويس، بس حتى الان التوفيق لسه ما حلفوش في التهديف، فشريف كان قاعد فتره. عوده شريف بجون جميل قوي الماتش اللي فات لما نزل الجون الثالث، اعتقد انه بيرجع له الثقه انه ممكن يبتدي يعني تاني. ارقام شريف حتى معانا على الشاشه اهو، دكتور احمد بيومي وسمير عاملين شغل حلو معانا. فهو شريف كان بيأدي بشكل كويس قوي قبل ما بواليا يجي، وايضا الماتش فات لما نزل، فممكن يعني ادى بواليا 3 ماتشات، فبيدي برضو شريف من البدايه تاني على اساس انه بطوله الانديه جايه، بطوله انديه العالم، وكمان النهارده طبعا ماتش مهم جدا، فمريح بواليا في وكهربا في على دكه البدلاء. فهي التغييرات كلها منطقيه، بس هي بس بتاعه ديانج اللي من وجهه نظري يعني طبعا اكيد مستر موسيماني ادرى بيها. يعني كابتن عادل تشكيل بيراميدز، وطبعا بيراميدز عنده مفاتيح للعب كتير، ولكن اهمهم على الاطلاق عبد الله السعيد. يعني عبد الله السعيد عدم وجوده تحس ان 50% من قوه بيراميدز اتشالت منه النهارده. طب بص يا كابتن، عشان نتفق على حاجه مهمه قوي، ان بيراميدز عنده هدفين من مباراه الاهلي النهارده. ماشي. الهدف الاولاني اللعب الداشن القوي على لعيبه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هيخوض بطوله قويه، بطوله عالميه، فهو متخيل ان اللعيبه، ودي ده اسلوب في كره القدم، بيبقى متخيل ان اللعيبه هتخاف على رجليها قوي، متخيل ان هم ممكن يتهددوا فيبقوا أداؤهم مش مميز عشان بطولة كأس العالم للأندية. تمام؟ أنا بتكلم على بيراميدز. بيراميدز لما هيجي هيبدأ النهارده عمل حاجة مختلفة عن المباراة اللي فاتت، علشان هيلاعب النادي الأهلي. أول حاجة هو غير تغييرتين ب3 تغييرات جوه ملعب، بمعنى التغييرتين اللي هو طارق طه بدأ وجون أنطوي بدأ اللي ما كانش بادئين. أيوة. طلع عمر جابر، كان طلع عمر جابر بره وإبراهيم عادل. إبراهيم عادل حتة هجومية. ليه الهدف اللي بيراميدز عمله كده؟ ما فيهاش نصاحه اكتر من انه حاجه وحيده هو مفتاح لعب النادي الاهلي من وجهه نظرهم، من علي معلول. فحب يعمل ايه مع علي معلول؟ النهارده عمل احمد فتحي بيلعب باك رايت ثبات، هيلعب من الثبات، ومين اللي قدامه؟ إريك تراور. لعبه ناحيه اليمين اللي هي ناحيه مين؟ علي معلول. يبقى علي معلول لو فلت وهاجم ولعب هيقابل مدافع شرس قوي خبره اسمه احمد فتحي، وفي نفس الوقت هيهاجم عليه لاعب متمرس سريع عنده قدرات عاليه إريك تراوري. فهو من 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 فكره انه يعمل ده. عامل حاجه ثالثه كمان سبورت ليهم، مين؟ احمد توفيق. احمد توفيق بيلعب ديفندر لناحيه دي بس مش اكتر. هتشوف ثابت مكانه، هيبقى ثابت مكانه هو ودونجا. عبد الله السعيد اللعيب الوحيد اللي النهارده اللي يبقى عنده حريه كامله في الملعب كله. رمضان صبحي هيبقى من اللاعبين اللي النهارده المفترض هيبقى مشدود شويه. في نقطه لازم لعيبه النادي الاهلي يعرفوها النهارده اللي بيلعبوا على رمضان صبحي. اول حاجه هتلاقيه متنرفز قوي، مش عاوز اتكلم في لغه الكوره، انك انت تبقى ذكي، ما تتجرجرش وراه في ان يحصل اي موقف بينك وبينه في الملعب. سيبه يعمل اللي هو عايزه من غير الكوره، لكن في الكوره لا، اشتغل معاه كويس، لانه هي المشكله النهارده هتبقى عند رمضان صبحي الناحيه النفسيه شويه، حته ال 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 الشد العصبي. ولكن الضغط بتاع بيراميدز النهارده على النادي الاهلي في البدايات، هتبص تلاقيهم بيجروا كتير، هيضغطوا على النادي الاهلي، هيضغطوا من القدام لازم البداية. يعني انا شايف انه قدرات المدرب على فريق بيراميدز مش كبيره، بمعنى هم اعلى منه. ايوه دي حقيقه. مدرب بيراميدز فالت منه الزمام، صح. مش معقوله المردود. وانت اتكلمت مع الكابتن شريف والكابتن اسامه اتكلم في ده، حته الصرف والارقام اللي بتجيب بيها لعيب، انت ممكن تجيب بمليارات ولكن مش عارف تجيب. أيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت ممكن تجيب بس ما فيش توافق. بمعنى ايه؟
بمعنى لما بيجي مثلا المدير الرياضي لاي نادي في العالم بيجيب المدرب، المدرب ما بيجيبش اللعيبه، المدير الرياضي هو اللي بيجيب اللعيبه مع اللجنه بتاعه الكره بتاعته اللي بيجيبوا فيها اللعيبه. لما تجيب اللعيبه انا ممكن اشتري، ودي انا بنتمي لها كمدرب، ممكن اشتري 25 لعيب باسعار كبيره قوي، انا بقى بوفرهم وبشتري 15 لاعب عشان 15 لاعب يقدر، علشان ما يبقاش كمان ممكن اجيبهم بنفس الثمن 25، ولكن علشان ما يجيش اعمل مشكله تبقى انا عندي مشكله في الملعب. بيراميدز عنده مشكله كبيره لازم نعترف بيها، مشكله كبيره عدم مردود الفريق منه الناحيه النفسيه، ولكن هيمحو كل ده مباراه الاهلي النهارده. هم بينسوا كل الحاجات دي لان مباراه الاهلي بالنسبه لبيراميدز مش بطوله، مش دوري، لا هي بطوله خاصه بالنسبه لهم، وبالاخص بعد المواقف اللي حصلت. يعني في شريف اكرامي بيلعب في بيراميدز، في عبد الله السعيد، في احمد فتحي، في رمضان صبحي، في اربع عناصر، واربع عناصر يعني كانوا بيقدموا مع النادي الاهلي وبيشتغلوا مع النادي الاهلي. علشان كده بقول لك بيراميدز النهارده هيعمل توازن، ولكن هي مشكله بيراميدز الحقيقيه في احمد سامي وعلي جبر. علي جبر بالظبط. لو احنا كنادي اهلي النهارده محمد شريف بالذات، انا فاكر ان محمد ان موسيماني هيلعب محمد شريف على فكره، علشان بينهم من القلب بالذات اربع اهداف. ايوه دي حقيقه. حاجه تانية كابتن ايمن عايز اقولها لك ودي مهمه قوي، يمكن احمد توفيق لما بيدخل نص الملعب غير لما بيبقى على الطرف. صح. احمد توفيق بيعمل مشاكل كتير قوي دفاعيه، بيعمل فاولات كتير. دونجا الوحيد اللي ممكن بيقطع كويس، ولكن مش فوتبولر يعني مش بيعرف يلعب اللعيب. الوحيد اللي هينزل ويستلم ويلعب هو عبد الله السعيد. علشان كده النهارده في مهمه لحمدي ممكن يشتغل فيها كويس، انه لازم يراقب عبد الله السعيد في المكان ده. لحظه واحده، في نص الملعب الخصم ولا لما يجي لك نص ملعبك؟ لما لا هو مش هينزل نص الملعب الخصم، عبد الله السعيد هيلعب في الحته المخفيه اللي ورا نص ملعب النادي الاهلي. هيلعب لان عبد الله السعيد ما بيجريش كتير. هو عبد الله السعيد في الفتره اللي فاتت دي يمكن لو حد خد باله منه، بص تلاقي اي لعيب في العالم في لعيبه متفاوته، واحد بيعمل 12 كيلو في المباراه، وفي واحد بيعمل 11، وواحد بيعمل 10. الدوري المصري اقوى واجعص لعيب بيعمل 9. ايوه ده 9 كيلو دي. أيوة. احصائيه، انا بقول لك احصائيه مهمه انا عارفها يعني. لكن في ناس بتعمل، عبد الله سعيد ممكن يعمل 6 كيلو في المباراه، ولكن عبد الله سعيد ممكن يعمل انتاج عالي قوي في الكور المباشره، لانه بيبقى عنده في الباور بتاعه بيبقى قوي قوي، لانه ما بيجريش كتير عشان يعمل الباص المباشر. لاعب النهارده جون انتوي، علشان حته كان المباراه اللي فاتت المشكله اللي كانت في القلب شويه في النادي الاهلي، عشان كده لاعب جون انتوي وشال اريك تراوري حطه ناحيه اليمين. علشان جون انتوي مهاجم ثابت، ما يطلعش بدري بنون بالذات، اللي هو بيعرف يعمل الكره من تحت يطلعها كويس، فهتلاقي طول الوقت جون انتوي بيضغط على بدري بانون ان هو ما يطلعش الباص بطريقه كويسه. ولكن في الاخر انا افتكر ان بيراميدز هيعمل يعني دفاع متقدم في البدايه، وبعدين هو متخيله يعني انا شايف من تشكيل المدرب ان هو عايز يعمل حاجه وبعدين يرجع يلعب على مرتده تاني. كابتن شريف، من ضمن نقاط القوه في بيراميدز ان هو كمان بجانب عبد الله السعيد بيعتمد على الاطراف كتير جدا. يعني هو مثلا جايب من الاهداف اللي هو احرزها 3 عرضيات من ناحيه اليمين و3 عرضيات من ناحيه الشمال. ازاي مستر موسيماني يقدر يقفل الاطراف دي على خط هجوم بيراميدز؟ اصلا انا عايز اقول لك ان عبد الله السعيد اسلوب لعبه مش بلاي ميكر من عمق او من وسط الملعب. زي ما قال عادل بيديك 6 كيلو، هو بيميل على ناحيه الشمال قوي وبيقطع الكوره، وبيستغل تراوري في الدخول القطعي اللي بيبقى مع جون انتوي، بيحاول يهدد اي فرقه باثنين راس حربه دايما لما الكوره بتبقى زي ما انت بتقول في الاطراف. الناحيه دي بتحصل، ونفس الشكل لما رمضان صبحي بيبقى واقف وبيشتغل على فردياته في نفس الوقت برضه بيفتح سكه، وتلاقي عبد الله السعيد دايما في لغه دايما. أيوة. مع بص يا كابتن الكروستات كمان بيجيب منها، وكور الثابته، وكور الثابته دي من عبد الله السعيد دي من بالظبط الفرقه كلها الحقيقه بتلعب على الضربات الثابته، وبيطلعوا يعملوا تكوف عالي، وبيعملوا سويتشات كويسه جوه ال 18. ما دي من الحاجات اللي هي امتيازات فرقه بيراميدز. انا كنت بقول لك من شويه
فرقه محترمه جدا في الاداء. نادي الاهلي محترم جدا واكثر احتراما في الاداء برضو. فهمتني؟ انما احنا قاعدين مشغولين بفرقه بيراميدز وامكانياتها القويه جدا وناسيين فرقه بيراميدز زي ما قال عادل اتكلم على حته علي معلول اكيد هم درسينها طبعا. والحته اللي عجبتني ان احمد توفيق كمان هيدعم الحته دي ناحيه اليمين. ما تراوري انسى تراوري انه هيقدر يعمل لك الحاله اللي هي اللي هتوقف علي معلول. هو احمد فتحي واحمد توفيق دول هم الشكل اللي هيحاولوا يوقفوا شويه علي معلول من الوصول اللي يعمل الحته العرضيات اللي انت بتتكلم عنها البيراميدز. احنا برضو نملك في هذا الشكل اذا كان من حسين شحاته او محمد هاني فتح ثغرات كبيره قوي مع الناحيه طارق محمد طارق طه من المميزات بتاعته برضو ان ناحيه الشمال من الحاجات العرضيات اللي انت بتقول انه بيعرف يبعتها كويس قوي وبيشوف. فهم النجاح بتاعهم هل هيقدر ايريك تراوري وجون انطوي يتعاملوا مع بنون وايمن اشرف؟ اعتقد ان التركيز الشامل لايمن اشرف الفتره اللي فاتت دايما بنقول بنون وايمن اشرف من احسن لعيبه ومحمد الشناوي. فاحنا هيبقى عندنا دور كبير قوي لمحمد الشناوي في اخذ كل العرضيات اللي انت بتتكلم فيها دي. أيوة. الحاجات اللي هي بتروح طايره دي من امتيازات الشناوي ان هو بيمتلك منطقه ال 18 ودي من الحاجات اللي احنا بنحس او بنأسس فيها ان فرقه زي دي احنا قاريينها كويس قوي. هم اول ما بيتضرب خط عندهم اختراقات من العمق او من اي حته اعتقد ان هم بتحصل لهم حاله عدم توازن. لما انت بتمسك عليهم الكره وبتدورها كتير تا تا باس 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 بيفقدوا اعصابهم برضو في نفس الوقت فما بيقدروش يجاروك انت في اللي انا بتمناه ان انا امكانيات لعيبتي انا خاصه في الشكل ده ان هم بيتعاملوا معاهم. احنا بنتكل كل الفرق بتلعبنا بنفس الشكل بس امكانيات ونوعيه لعيبه بيراميدز على مستوى عالي جدا. منهم اربعه زي ما احنا قلنا من النادي الاهلي منهم لعيبه برضو محترمين جدا كلهم زي تراوري وجون انطوي لعيبه عندها ثقه. انت ما تضمنش حالتهم بيبقى ايه النهارده. أيوة. يعني ما نعرفش دول الحاله اللي هم عايزين يقتنصوا فيها هدف زي ما بيقول المدرب عايزين يبقوا جوه في الجيم معاك. فاعتقد ولسه بنتكلم كلنا احنا ما زلنا نبحث ان احنا عايزين نسيطر على الشوط الاول ويبقى النتيجه لينا احنا. أزبط. واعتقد انت لما بتبقى ليك يعني سيطره وسبق تهديف ومن حيث انتهى الشوط الثاني في كل أيوة. فرقه أيوة. والراجل عمل النهارده تدويره شويه كلنا كنا بنأمن بإلي جانج يكون في مباراه زي دي النهارده انما هو عنده ثقه مع السليب خبره السليب في هذا المكان اذا كان يقدر يتعامل مع فرقه زي ولاعيبه بيراميدز عنده خبرته عنده التوازن عنده الشكل عنده الفتك الفتنس بقى العامل الفني البدني اللي هيقدر يمشي نفسه عمرو السوليه ولا هيبقى النهارده برده مش هيخرج فتحي ولا سوليه ويدعم بديانج على حسب الحاله اللي هي الاربعه اللي قدام كمان بيوفروا نفسهم الباس السويتشات العكسيه التهديف في الشوط اللي انا شفته في المباراه اللي فاتت. فانا بامل ان التوازن بتاع النادي الاهلي النهارده في تنفيذ الهجمه وانهائها باسلوب كويس هو ده يبقى الشكل الصحي بالنسبه لاول شوط باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء كابتن شيف يتكلم على البدايات ويمكن المدير الفني لبيراميدز يتكلم على حته ان هو هيستغل بدايات النادي الاهلي في الشوط الاول ويلعب عليها. يقول لك ان دايما النادي الاهلي بيبتدي مرتبك بعض الشيء في مساحات في الخلف هحاول ان انا استغل المساحات دي لاحراز هدف مبكر يسهل الماموريه عليا شويه ويصعب الماموريه على النادي الاهلي. لا هو مش الاهلي مش ارتباك هو الاهلي بس الفعاليه نفسها ودايما فعاليه هجوميه ايمن كل فرقه بتلعبها وتاخرت في احراز اهداف فعاليتك الهجوميه ما كانتش قويه كويس. حتى لو هات اي مباراه اتاخرت في الاهداف هتلاقي انت هجوميه مش فعال قوي الحاجات اللي بتميزك مش كتير لكن مش ارتباك في الشكل او ارتباك في الاداء لكن هو هيعمل حاجه والنهارده عايز يعمل حاجه مهمه والنهارده عايز يقفل مفاتيح لعبك باي طريقه كويس. حتى التشكيل اللي عامله بيقول كده دايما اي مدير فني تشكيل بيقول طريقه لعبه ايه وهو قلقان من ايه وعايز يستغل ايه. هي النهارده المباراه كلها كده ايمن كل مدير فني خصوصا في الماتشات الكبيره دي انت زي ما بقول لك بتدور على نقاط قوتك انت تستغلها كويس قوي على الجانب الاخر انت عايز تستغل كل نقاط الضعف اللي الفريق المنافس فاضل استغلها زي مستر موسيماني من بدايه المباراه. بدايه المباراه لازم يعمل ضغط كويس قوي 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 على لعيبه بيراميدز لازم الكوره في لعيب في رجل لعيبه النادي الاهلي اطول فتره ممكنه ما تبقتش الكوره خالص. النهارده مباراه زي دي المباراه الكبيره دي ايمن بتتلعب على جزئيات صغيره جدا جدا صح. جدا يعني ممكن كوره تقطع منك في نص الملعب يبقى ال- 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 العقاب قوي جدا صح. ان في حاجه النهارده في الفرقتين طبعا النادي الاهلي معروف لعيبته ومهاراته وكده على الجانب الاخر
لازم صح. احترام كامل لعيبه بيراميدز ان هم لعيبه كويسه. معانا توقيتات الاهداف كمان يا كابتن علاء اللي احرزها بيراميدز. بص لو لاحظنا ان من ال 11 جول اللي جابهم تقريبا النص يعني بيجيب في اخر 15 دقيقه في الشوط الاول واخر 15 دقيقه في الشوط الثاني. في الشوط الثاني لكن بيراميدز في مشكله جامده جدا. كل المباريات اللي بتتفرج عليها ايمن مفيش ثبات في في الاداء بتاعهم. صح. دايما بتلاقي الشوط الثاني او نص الشوط الاول بيحصل هبوط شويه. صح. مش هيحصل النهارده. النهارده مباراه مختلفه تماما. عشان كده بقول لك انا النهارده بيراميدز النهارده مختلف في تركيزه وهو بيلعب مين. مش عايز يحصل سنه الهبوط دي. هو تحت ضغوطات جامده جدا. قلت لك المدير الفني تحت ضغوطات لان هم الناس الاداره في بيراميدز متوسمين الموضوع يبقى غير كده خالص. بيراميدز يبقى فرق من الفرق بتنافس على المقدمه دايما. الاداء لحد كبير مش 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 مقنع. في النهارده نقطه هي يمكن في صالح ناس كتير قوي في المباراه. مفيش جمهور النهارده. صح. يعني حته بعض الناس بيقول رمضان هيبقى عصب مش عصب. انا النهارده متاكد رمضان هيبقى هادي جدا لان عدم وجود جماهير في الملعب بيبقى فيه شويه هدوء. حتى لو في بعض المشاكل لكن الى حد كبير بقى فيه هدوء في الملعب ان مفيش جماهير. لكن النهارده كل الضغوطات على انك مش عايز تخسر. مش صح. عايز تقابل هدف. صح. ولا ده عايز كده ولا ده عايز كده. مظبوط. لان المباراه دي ايمن التعويض بقى صعب قوي فيها. لكن انت عندك ميزه ماشي انك ازاي تستغل دايما الثغره اللي موجوده بين احمد سامي وعلي جبر. ودي انت مميز فيها. واعتقد النهارده اللي هيفرق فيها كويس قوي ولو اتعمل صح هيفرق معاك. اتنين بس هم اللي هيعملوا مشكله دي النهارده. طاهر وحسين الشحات اللي مش هيلعبوا على الجنب. لازم ياخدوا من النص من ورا محمد شريف. وفي الفتره الاخيره كان بيعملها شحات كويس قوي. طاهر لما لو شفت الجول اللي احرزه المباراه السابقه طاهر ما كانش على الخط. طاهر كان داخل جوه راس حربه تاني. مزبوط. وعندهم الاثنين فيهم مزاج كويس قوي. بيعرفوا يسددوا كويس. بيعرفوا يستغلوا الفرصه كويس. عشان كده النهارده هي ذكاء مستر موسيماني في حاجه. انت قلقان من الاطراف بتاعتي. انا مش هلعب لك بالاطراف بتاعتي. انا الاطراف بتاعتي هلعبوا النهارده كلهم في القلب. هيسيب الاطراف ليه؟ علي معلول ومحمد هاني. لكن كل التامين من فتحي والسوليه. كل اهتمام النهارده على واحد هو اللي هيبقى مفتاح اللعب بتاعك في الدقيقه في الثلث الاخير. محمد مجدي وتحركاته وازاي عينه دايما على طاهر وعلى حسين الشحات لما بيقطعوا ورا محمد شريف. محمد شريف في ميزه النهارده عن بواليا. وكان شريف كان بيتكلم اسامه على وجود محمد شريف. محمد شريف في مستريح حلوين قوي. اولا حركته سريعه جدا. بيعرف يصرف الكره كويس. تحس ان في مرونه اكتر من بواليا شويه. مقلق يعني. اي ما عارف انت بتطلع حربه اللي هي مقلقه. أيوة. ما تعرفش تسيطر عليه. أيوة. بيتحرك كويس قوي طبعا. حاسس التهديف عنده ممتازه وده هيفرق النهارده. النهارده دايما والكلمه دي اكيد اتقال النهارده للفرقتين. مهم قوي اول فرصه. مهم قوي اول كوره. أيوة. مهم قوي النهارده الكوره ما تضيعش منك. صح. اللي هي الاخطاء الاستهزائيه اللي بيقول عليها دي. لان النهارده بتلعب برده فريق ايمن انت اكيد محترم وكويس جدا. خلي بالك كابتن علاء عايز اقول لك حاجه برده في النقطه ديت. انت الماتشات ديت انت قلتها في الاول ممكن من فرصه تكسب الماتش تكسب مباراه. النهارده مش مباراه اهداف كتيره. بالظبط. مش غزارة اهداف النهارده. عشان كده بقول لك في فرصه ممكن تخلص المباراه. انت النهارده عايز ثلاث نقاط مش اكتر. يعني اللي انا متاكد منه لعيبه النادي الاهلي بتفكر في بيراميدز مباراه بثلاث نقاط في سباق الدوري الممتاز. مزبوط. مش اكتر من كده. اي تفكير تاني واي حاجه تانية بعيد عن لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيفكرش كده. النادي الاهلي بيفكر في مباراه ازاي يكسبها بدون اصابات بدون مشاكل على اساس ان شاء الله يبقى الاستعداد الاقوى لبطوله العالم للانديه في قطر. لكن زي ما بقول لك ايمن النهارده بسرعه كده. النهارده مباراه بتتلعب على ازاي استغل اخطائك. صح. وازاي اقلل اخطاء انا. معروف بيراميدز اخطائه فين. صح. دايما عنده مشكله في القلب. التغطيه العكسيه بتبقى مقلقه جدا عندهم. مزبوط. عشان كده اكيد مستر موسيماني هيلعب على النقطه دي النهارده. برافو عليك. كابتن اسامه الكابتن علاء قال نقطه اتكلمنا فيها حته ان القلق كله في فرقه بيراميدز عليهم طبعا حته القلب قلب الدفاع. هل مستر موسيماني النهارده هيلعب من الاطراف ولا هيهاجم بيراميدز من العمق كمان؟ طبيعي ان الهجوم بيبقى متنوع. في هجوم من الاطراف لانك انت عندك اطراف كويسه زي علي معلول وهاني زي طاهر والشحات سواء ده شمال او ده يمين. هل هنشوف تواجد هجومي النهارده من هاني ولا هيبقى متحفظ شويه عشان يلعب على رمضان؟ هيبقى في تواجد هجومي بس هي حسب ظروف اللقاء. مفيش شك لما بيلعب عليك واحد زي رمضان زي نفس الشيء الناحيه الثانيه لما بيلعب مثلا ناحيه علي معلول عارفين انه بيهاجم كتير فاحمد فتحي هيبقى واخد باله. اكيد انت كمدافع قبل ما بتنزل اللقاء بتوجيهات كمان من المدرب حتى انت بخبراتك
بتبقى حاسس باللعيب اللي قدامك ان النهارده بتلعب قدام لعيب مميز ولا لعيب عادي، بلعيب بيعدي ازاي، لعيب بيقف ازاي. بص من القلب دخل فيهم جولين. فهاني فهاني اكيد هيهاجم، ولكن ممكن يبقى في البدايات فيها تحفظ شويه عشان ازاي يسيطر على رمضان، او لو إريك تراوري بدل الناحيه الثانيه، فلازم الاثنين مهاجمين مميزين بالاطراف، فممكن جدا هاني يبقى متحفظ شويه. لكن علي معلول برضو، لكن هو اللي عنده الانطلاقات الاكتر، هو اللي عنده الانطلاقات الاكتر. دي نقطه مهمه. انا شايف انه كمان حمدي فتحي وعمرو السوليه هيبقى ليهم دور كبير جدا جدا النهارده، لسبب النادي الاهلي بيلعب على الدوري العام. صح. ده اول هدف للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيشتركش في مسابقه الدوري العام عشان يكسب نادي الزمالك او يكسب نادي بيراميدز وخلاص، والموضوع بالنسبه له منتهي. ممكن دي تكون اهداف عند فرق اخرى ان عايزه تكسب النادي الاهلي وخلاص، لكن النادي الاهلي بيلعب على دوري عام. فالماتش مش شرط يبقى فيه فرص كتيره قوي مخلوقه بتتخلق للنادي الاهلي. زي ما انت بتهتم انك تخلق فرص، احيانا لازم وقفاتك الدفاعيه تبقى مظبوطه، لان هو برده عنده لعيبه مميزه. فانت عندك عبد الله السعيد هو اللي بيتحرك تملي زي ما الكباتن قالوا في الحته اللي تحت انطوي وعلى الاطراف شويه ناحيه الشمال اكتر كمان، بيميل مع مثلا رمضان او مع إريك تراوي لو في الجنب دوت. فلازم في لحظه لما هاني بيهاجم او علي معلول بيهاجم، عمرو السوليه وحمدي فتحي لازم يبقوا واخدين بالهم من ان يسيطروا على عبد الله السعيد، لان هو اللي العقل المفكر بتاع الفرقه، يعني ما يندفعوش قوي في الهجوم بدون وعي. ويعملوا مشكله في وسط الملعب، لان دي احنا شفناها في مباراه الزمالك. لو تاخد بالك مباراه الزمالك اللي احنا خسرنا فيها اعتقد مره 3-1، نص الملعب بتاعنا كان مفتوح قوي اللي في القلب. صحيح. فدي دور مهم قوي لحمدي فتحي وعمرو السوليه، لانك انت عندك اربعه في الهجوم كويسين قوي، الشحات وقفشه وطاهر وشريف، وكمان عندك انطلاقات قويه من علي معلول واحيانا هاني. فدي نقطه مهمه في المباراه. يعني كابتن عادل، السيناريو بدايه الشوط الاول من وجهه نظرك للفرقتين؟ يعني انا بقول ان النادي الاهلي هيبدا عنده امل انه يحرز هدف مبكر، وبرضو بيراميدز ممكن يكون بدايته كده عاوز يحرز هدف مبكر، ولكن هنا في تصادم هيبقى قوي جدا في وسط الملعب. في وسط الملعب ما بين اتنين لعيبه كله، نبيل دونجا واحمد توفيق، وفي النادي الاهلي هيبقى حمدي فتحي وعمرو السوليه. يمكن هيبقى التفوق في الكوره شويه للنادي الاهلي، لان الاتنين دفاعيا اقوياء ولكن مش فوتبولر، يعني بيعرفوا يدوروا الكوره اللي هو نبيل دونجا واحمد توفيق، ولكن ممكن عمرو السوليه يقدر يلعب ويقدر يحرك الاجناب، وبالذات الجنب الشمال اللي هو بتاع طاهر محمد طاهر. يمكن النادي الاهلي علشان يعني يحد شويه من الضغط اللي على علي معلول، لازم محمد هاني يعمل واجب هجومي كبيره قوي. لو محمد هاني عمل واجب هجومي كبير هيفضوا شويه الحته لعلي معلول من الناحيه الثانيه، لكن لو فضلنا ان احنا عشان يقف مع رمضان صبحي تبقى في مشكله شويه. لا، يهاجم عادي خالص، ولكن في عمرو السوليه او حمدي فتحي ممكن يغطي. وانا افتكر ان حمدي فتحي المفترض في المباراه دايما بيلعب ناحيه الشمال شويه، الديفندر اللي هو ناحيه الشمال، بس اتمنى النهارده انه يلعب الديفندر ناحيه اليمين عشان يميل في الحته الدفاعيه. الحته الثانيه بدر بنون عنده مهمه قويه جدا مع محمد هاني اللي هو السبورت الثاني، اللي هو لو محمد هاني قدر ان رمضان يعدي منه لازم بدر بنون يبقى مغطي. زي الناحيه الثانيه علي معلول لما بيطلع، ايمن اشرف هو اللي بيشتغل ناحيه الشمال وبيشتغل كويس في حته التغطيه. الحته الثانيه المهمه ما بين مجدي قفشه وعبد الله السعيد، ده عنده عمل هيجيد وده عنده عمل هيجيد. يمكن عندك مجدي قفشه متحرك اكتر من عبد الله السعيد في الجري، ولكن عبد الله السعيد عنده حته الباص المؤثر قوي قوي فيها، فعلشان كده لازم المراقبه الكويسه لعبد الله السعيد، ولكن مجدي قفشه لازم يتحرك التحركات القطريه، لازم ياخد في الحتت اللي هي بينيه ما بين طاهر وما بين حسين الشحات. النهارده في اتنين مهمين النهارده بالنسبه للنادي الاهلي، طاهر وحسين الشحات،
اهم ما في الموضوع حسين الشحات النهارده لازم النهارده يبدا المباراه بقوه، ما يبقاش في تفاوت في مستواه في ما بين الدقائق والدقائق، لازم يستغل اول فرصه. وطاهر محمد طاهر افتكر انه هيزيد من التالق بتاعه النهارده، وعشان المباراه تبقى فيها مساحات هتلاقي طاهر محمد طاهر يبان بصوره جيده ان شاء الله. كابتن شريف هنشوف جوال الشوط الاول باذن الله. اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي يكون عندهم من البدايه والروح ان هم يحققوا الاسبقيه في اول هاف تايم باذن الله. كابتن اسامه ممكن الشوط الاولاني يبقى مقفول شويه، هتبقى الفرص قليله، الله اعلم بقى التسجيل هيبقى موجود او لا. ان شاء الله النادي الاهلي يكسب في الماتش ان شاء الله باذن كابتن الله. كابتن علاء ان شاء الله بتمنى النادي الاهلي يحرز اهداف الشوط الاول ان شاء الله. كابتن عادل ان شاء الله في اهداف ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز من بدايه المباراه. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.